يوم واحد بصحبة متقاعد في الصين. ليو جونغشان هو رجل مسن متقاعد ومقيم في بكين، يصحى من النوم ليبدأ يومه الجديد الآن. قد لا تصدق أن السيد ليو يبلغ من عمر 65 سنة هذا العام. في عام 2013 تقاعد ليو من مؤسسة نفطية، وبدأ بعد ذلك حياته المنيحة والحرة في المرحلة ما بعد التقاعد. السيد ليو، هل تقيس وزنك كل يوم؟ ماذا تأكل دائما للفطور؟ لأنه يمارس الرياضة لوقت طويل كل يوم، فلا يكون التحكم في الوزن أمرا صعبا بالنسبة للسيد ليو، ولا يمتنع عن أي نوع من الطعام، بل يأكل ما يعجبه بحرية. هل تسكن بمفردك؟ هل تذهب لمساعدتها في الأيام العادية أيضا؟ تطبخ للجميع؟ مع أن السيد ليو قد تقاعد ولكنه رياضي حيوي جدا. انظروا إلى الجدار الذي خلفي، كلها جوائز حصل عليها السيد ليو بعدما تقاعد من 10 سنوات. ولكن ما هي الرياضة؟ ترقبوا معنا. بعد تناول وجبة الفطور يستعد السيد ليو للخروج مع المعدات التي يحتاجها لممارسة الرياضة. في عام 2002 تم بناء مجموعة من المباني السكنية النمطية ذات 5 إلى 6 طوابق وبدون المصعد الكهربائي في بكين. تنقل هذه الدراجة بين المنزل والأسفل كل يوم؟ هل هي ثقيلة؟ خلينا نلحقه ونشوف وين رح يروح. يمكن أن نكشف عن السر للجميع الآن، إن الرياضة التي يمارسها السيد ليو بعد التقاعد هو التزلج بالعجلات. قال ليو إن سبق له أن مارس التزلج بالعجلات في طفولته، ولكن بسبب انشغاله في العمل لم يمارسه لفترة طويلة بعد أن كبر سنا. بعد تقاعده عام 2013 قرر ليو التقاط هوايته في طفولته مجددا، فكون فريقا للتزلج بالعجلات مع مجموعة من الأصحاب الذين يهون هذه الرياضة أيضا. نظراً لأن جميع أعضاء الفريق كبار السن، فدائماً ما يرأسهم ليو على الإحماء قبل البدء بممارسة الرياضة رسمياً حتى لا يصاب أحد بالجرح خلالها. بعد الإحماء يرتدون أحذية التزلج ويبدأون التدريبات الرسمية. Thank you.
إذا لم أخبرك مسبقاً، هل تصدق أن أعمار جميع المتزلجين تتزاوج 60 عاماً؟ انتهى الإحماء. ما هي الرياضات التي تمارسونها كل يوم؟ 我们每天这个滑行这个大圈啊，这一圈是7.5公里，我们基本就是在滑这个是将近20圈，将近15公里左右。哎，完了这个原场地呢，我们再滑30圈到50圈，这样能达到20公里每天。 اليوم مشمس ولكنه يوم جميل في انطباعي التزلج. هاي رياضة بحبها الشباب زي أنا بحبها، بس على ما أظن زي ما شفت أعضاء الفريق هون كلهم كبار السن، ما بعرف، خلينا نروح نشوف. 您好，可以问一下您的年龄吗？我今年六十岁。六十岁，您已经轮滑很多年了吗？轮滑没有，轮滑三年。好，这是我老师。啊，您的老师啊，请问您今年多大年纪了？我46年。哇，شكرا，这是阿拉伯语的谢谢，叫شكرا，谢谢。 زي ما شفنا كتير من كبار السن بيجوا مع أحفادهم، وهون عنا بنوتة صغيرة حلوة كتير. نيهاو نيهاو، خلينا نتعرف عليها. نتعرف ما مين زا؟ 我叫杨梦琪。杨梦琪， 你今年多大了？ 我今年8岁了。8岁， 今天陪谁一起来的呀？ 陪我姥姥。 哦， 哪个是你姥姥？ 看一下。 看一下。 应该是我瞅的是那个。 那个？ 那个。 啊， 看一下。 姥姥你好，平时能滑几圈感觉身体就是得休息一下呢？滑5圈，5、6圈，小圈5、6圈，大圈呢有时候3圈4圈。那您是从什么时候开始滑的呀？我是18年，18年，已经滑那么好了，还在学。أعضاء الفريق هؤلاء جميعهم مسنون متقاعدون، ولا أحد منهم كان رياضيا محترفا، لكن الهواية المشتركة جماعتهم، حيث يقومون بالتزلج بالعجلات في الصيف والتزلج على الثلج في الشتاء، ولم يتوقفوا عن التدريبات أبدا إذا كان الطقس يسمح بذلك. للتعبير عن الترحيب بي، أنشأ أعضاء الفريق حلقة خاصة ليعرضوا لي مهاراتهم. لقد تزلجوا 20 كيلومتراً، وأكملوا المقدار الكافي من التدريبات لليوم، فبدأوا بالقيام بالتمدد الذي يعد المحتوى للحلقة الأخيرة. 好了，今天辛苦啊，明天见。路上慢点啊。好嘞，拜拜，再见。走吧，走吧。我还有下班，对不对？没事，那我明天回家了。得了。 بعد فراق أصحابه، يرتب السيد اليوم معداته باهتمام بالغ، ويستعد للعودة إلى المنزل لتناول وجبة الغداء. زرت كل هذه الأماكن بعد التقاعد؟ 对，38个国家，这都是退休之后，一直到这个19年，除了这个滑冰轮滑，最大的爱好还是旅行。ماذا ستأكل لغداء اليوم؟ 做这个面条、香菇、肉片、豆乳。 بسبب حرارة الطقس في الصيف، لا يأكل السيد ليو سوى وجبة بسيطة للغداء.
لاحظت أن الهاتف المحمول الذي تستخدمه بالطراز الأحدث. 这个是我自己买的，这是贷款，分期，一个月450两年。 عملت الدفع بالأقساط بنفسك؟ 自己办的. سمعت من أعضاء الفريق أن الرياضة التزلج بالعجلات مفيدة للركبة. 对，人老先老腿啊，实际好多人的膝盖，它都是那个年轻不注意，老了再不锻炼，实际它这先受伤是肌肉萎缩，人这个肌肉流失，这样的关节这个它就拉不住了，我这肌肉就你看，你这你看都包上了，哎，对，你看，دائما ما يأخذ السيد ليو قيلولة بعد تناول وجبة الغداء، ومدة استراحته لن تزيد عن 15 دقيقة. يرتب السيد ليو لنفسه أنشطة متنوعة لزيادة روعة حياته بعدما تقاعد، من السفر السياحي إلى التزلج بالعجلات ثم إلى التزلج على الثلج، ويعيش حياة ممتلئة وحرة كل يوم. قبل أكثر من سنة ولد حفيده، فتبادر السيد ليو وزوجته إلى مساعدة الإبنة والصهر على العناية بطفلهما، لذلك يذهب إلى منزل ابنته لرفقة الحفيد لفترة بعد الظهر كل يوم، ويطبخ وجبة العشاء لجميع أفراد العائلة. 那您平时都怎么去啊？天凉的时候骑自行车，现在天热了就坐公交。刘老师，我看旁边有很多装修，这个是什么情况呢？这是北京老旧小区改造，是政府出钱，不用我们自己花钱。哇，包括窗户都是换新的。那么棒啊，这个上下水管线。 都是，李老师，您手上这个卡，这个，他坐公交，对，这个就是这个北京的老年人卡，六十岁以上坐车、公园都免费，都免费。那看病呢？看病没得过病，还没开通，还不知道。没得过病，是，这是轮滑的魅力。嗯。تعمل ابنة السيد ليو في البنك، وصهره بروفيسور في الجامعة، وبسبب انشغالهما في العمل يحتاجان إلى السيد ليو وزوجته لمساعدتهم على العناية بالطفل. اسم حفيد السيد ليو شيشي، وعمره سنة واحدة. 老爷抱抱来，哎呀，真棒，真棒，嘿嘿，真好啊，哎，听着，哎，真棒，想姥爷了吗？嗯，好，哦，哎呦，好吗？ يحدق فيه طول الوقت، هل أنا الأجنبية الأولى التي قابلها منذ ولادته؟ هلو 这儿啊，啊 那个鸟吧 عندما يرافق شيشي، لدى السيد ليو الذي يهوى الرياضة طريقة خاصة لمداعبته أيضاً، أي لعب كرة القدم معه. هناك قول في الصين اسمه كودايتين، معناته العلاقة ما بين الأجداد والأحفاد قوية جداً جداً، الحب بين الأجداد والأحفاد قوي جداً. لما تسأل الأجداد هون إيش بتحبوا تعملوا بعد ما تتقاعدوا، رح يحكوا بنحب نقضي وقت مع أحفادنا. زي ما شفنا السيد ليو بالنهار رياضي نشيط جداً جداً ويركز كتير، بس لما يشوف حفيده كله حب وحنان، إشي جميل جداً. الله 来跟老爷再见，好了好了，再见，好了，嗯。
أكبر مهمة للسيد ليو بعد ظهر كل يوم هو إعداد العشاء لجميع أفراد العائلة، والخطوة الأولى لإعداد العشاء هي شراء مواد الأكل. في الأحياء المكثفة سكاناً في بكين توجد دائماً أسواق الخضروات بالإضافة إلى السوبر ماركت، إن مواد الأكل المباعة فيها متنوعة وأسعارها أرخص. نحن هلأ بسوق الخضرة المحلي، خلينا نشوف إيش بيبيعوا. زي ما شفنا سوق الخضرة هلأ بطل في حد يدفع بالمصاري، كلهم بيدفعوا بسكان لهاي، بيعملوها سكان وبيدفعوا. أشياء كتيرة. إحنا هلأ في سوق الخضرة والفاكهة المحلي بالصين. سوق الخضرة والفواكه، مش بس في فواكه وخضرة، في كمان أشياء تانية، في مواد وأشياء للمنزل. بعد شراء مواد الأكل يستعد السيد ليو للعودة إلى إدهاش الجميع بمهاراته العظيمة في الطبخ. رجعت الإبنة. شيشي هلو يي هلو هاي فايف يا شيشي هاي يي يي. أول ما يقوم به السيد ليو بعد الانتهاء من إعداد العشاء هو طلب تقدير الجميع. كم هو لطيف، نظراً لأن شيشي ما يزال صغيراً في السن، فيخصص ليو وزوجته كثيراً من الطاقة والوقت للعناية به. قال ليو إنه بعد أن يذهب حفيده إلى روضة الأطفال سيسافر مع زوجته إلى أماكن مختلفة للسياحة والتمتع بالحياة. السيد ليو، لماذا تستعجل في المغادرة؟ لم تأكل الكثير فغادرت. هل شبعت من الأكل؟ بعد قضاء يوم مشغول يتاح من جديد للسيد ليو قسط من الوقت الخاص بنفسه قبل النوم. السيد
السيد ليو، ماذا تفعل الآن؟ على أي منصة ستنشره بعد تحريره؟ هل عدد المشاهدة كبير؟ يمكن أن أراه يا سيد ليو؟ حررت كل هذه الفيديوهات بنفسك؟ هل تجد تحرير الفيديوهات أمرا صعبا؟ الأوقات في الليل بعد عودته إلى منزله الخاص هي أوقاته الخاصة للراحة والرفع. بعد قضاء يوم كاملا مع السيد ليو، لابد أن نقول إنه رجل ذو طاقة وافرة وقوة بدينة كبيرة يثير إعجابي ويستحق تقديري. السيد ليو سيكمل الفيديوهات تعونه كمان شوي ورح يروح ينام تقريبا على الساعة 9:30. هاي هي نهاية يومه، كان يوم طويل ولكن يوم جميل وممتع جدا. قضى وقت مع أصحابه، قضى وقت مع عائلته وعمل الرياضة اللي بحبها كتير. المتقاعدين بالصين عندهم روح رياضية وروح شباب. منشوف الحياة المتقاعدين هنا مسلية جدا جدا. تركوا علي انطباع لما حكوا الأحلام اللي ما حققوها عندما كانوا شباب عندهم الفرصة يحققوها بعد ما يتقاعدوا. هاي نهاية حلقتنا اليوم، منشوفكم المرة الجاي. بعد ما شفت كل هدول كبار السن رياضيين عندهم حيوية ونشاط، أنا كمان بدي أجرب أتزلج زيهم. سيعلمني السيد ليو مهارة في التزلج بالعجلات تسمى شوانغ يو. 过桩的时候，重心一定要靠下，哎，略微靠前，这样的安全性特别好啊，不要往后起，这起特别险，容易摔，哎，容易摔，对对对，啊，就把住这个啊。 往前靠是吗？对，哎，踩到了。对，身体要下沉，对，哎，好。这个转有点难。对，我身体和身体往这边压，哎，对。 مع إني تعلمت تزلج لما كنت صغيرة، بس حسيت هلأ عن جد صعب كتير، ما عندي توازن، فخليني أسأل المعلم ليو إذا بقدر يعلمني حركات جديدة.右左，下沉啊，进步，哎，啊，没有撞，没有撞，哎，好，千万不要起来，起来容易摔啊，哎，哎，但有它的稳定性，哎，好，下来就有稳定，对，好，站起来容易摔，对，你要站起来就容易这个失平啊，这一定要身体前倾，哎，那只能是说一脚内八字，内八字，对，就停下了，对，哎，哎，对，我先蹲，越摔，哎。 التزلج رياضة صعبة ولكن ممتعة جدا، حس جسمي كله حيوية ونشاط. 谢谢刘老师，辛苦了。不客气，希望你常来找我玩。好。